من قلب بغداد إلى مدن العراق كلها، بداية يوم جديد نلاحق إيقاعاته ونتحسس نبضاته في صباح الشرقية. مشاهدينا، صباح الأمل، صباح يوم جديد على كل من يشاهدنا. أتمنى صباحكم يكون مليء بالطاقة الإيجابية ونهاركم يكون حلو سعيد. أكيد اليوم حنبدي ياكم حلقة جديدة من صباح الشرقية. طبعا اليوم عندنا كثير من التقارير، وأيضا عندنا ضيف راح نتكلم به عن نظام الكيتو، لكن بالبداية خلينا نبدأ الحلقة ويا أهم الأخبار مع زين. صباح الخير زين. صباح الخير هيفاء، صباح الخير مشاهدي برنامج صباح الشرقية. جولتنا الأخبارية الصباحية لهذا اليوم نبدأها من أهم العناوين. التربية تؤكد أن أسئلة امتحان البكالوريا ستكون مبسطة وواضحة. إدارة محافظة بغداد تنفي السماح بإعادة افتتاح المطاعم. مرور البصرة تعاود تسجيل المركبات الداخلة لأول مرة للبلاد. أصحاب المحل في الدهوك يواجهون أزمة بسداد الإيجارات الشهرية. أهلا بكم من جديد. أعلنت قيادة عمليات بغداد عدم شمول سيارات الحمل الصغيرة التي طاقتها لا تتجاوز 3 طن بتوقيتات المنع المقررة. وذكرت القيادة في بيان أنه من أجل تسهيل عملية مرور تلك العجلات عبر السيطرات أو عزنا للقطاعات كافة لا سيما الخارجية على عدم شمول هذا النوع من العجلات بتوقيتات المنع المقررة سابقا من 5 إلى 9 صباحا ومن 1 إلى 4 عصرا. وأضافت يتم استمرار هذه العجلات بالتجوال عبر جميع السيطرات بدءا من اليوم وبدون توقيتات المنع أعلى. وجهت وزارة التربية مديرية التقويم والامتحانات بأن تكون أسئلة امتحانات السادس الإعدادي واضحة وشمولية. وذكرت الوزارة أن الأسئلة الامتحانية ستراعي ما عاناه الطالب خلال فترة انتشار كورونا التي منعتهم من مواصلة الدوام بالمدارس وإكمال الدراسة بشكل طبيعي. وأكدت الوزارة خلو الأسئلة من الفروع الخارجية وملائمة المستويات العلمية المختلفة بين الطلبة، فضلا عن أنها مبسطة وواضحة وشاملة. أكدت وزارة الصحة عزمها فرض إجراءات وقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع رفع القيود وعودة الحياة الطبيعية بشكل تدرجي في عموم مناطق البلاد. وذكرت الوزارة أن الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية سيجنب الإصابة بالفيروس وقطع سلسلة انتشاره، مشددة على ضرورة الاستعداد أيضاً للالتزام بالقيود والتعليمات الوقائية والصحية التي تعلن عنها اللجنة العليا للصحة والسلامة ومنظمة الصحة العالمية بالتوازي مع قرارات تخفيف الحظر الصحي. وأضافت أنه سيتم رفع عدد الفحوصات تدريجياً بشكل يضمن الكشف عن المصابين وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية لهم، فضلاً عن توفير الأدوية والبروتوكولات العلاجية العالمية وتجهيز جميع المستشفيات بتلك الأدوية. نفت محافظة بغداد اليوم إصدارها قراراً يسمح بإعادة افتتاح المطاعم بما فيها المطاعم الموجودة في المولات سواء بالمنصور أو غيرها من المناطق. وقال إعلام المحافظة في بيان أن جميع دوائر المحافظة تعمل وفقاً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مكافحة جائحة كورونا وقرارها الأخير رقم 75 لسنة 2020 والذي جاء بفقرته 4.16 المتضمن إلزام إدارة المولات بغلق المطاعم ومحلات بيع المشروبات والمرطبات والمقاهي الكافيهات كافة وأشكال التدخين جميعها.
وأوضحت أن ما صدر من إحدى وحداتها الإدارية لا يمثل المحافظة ولم يتم أخذ رأي مكتب محافظ بغداد فيه، وسيتم تعديله إداريا بكتاب ملحق يصدر أو يصدر من وحدة الإدارية نفسها وإعمام من مكتب المحافظ. نتجه بهذه الجولة الصباحية إلى السليمانية، إذ أكدت إدارة محافظة السليمانية مواصلة دراسة الوضع الحالي وتقييمه في ظل فيروس كورونا ومن أجل منح التسهيلات للمواطنين. وقال هضال أبو بكر محافظ السليمانية لصباح الشرقية أن الالتزام أو التزام المواطن بالإجراءات الصحية يسهم في الحد من انتشار الفيروس وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها. حسب تقارير وزارة الصحة لإقليم كردستان ومديرية العامة للصحة السليمانية، تسوي أي إجراءات أو أي تعليمات جديدة لكيفية مواجهة وباء كورونا. إن شاء الله سنجتمع قريبا لجنة العليا لمواجهة كورونا في السليمانية، وسيجتمع لجنة العليا في أربيل حتى نصدر تعليمات جديدة حسب المعطيات الجديدة لمستوى المصابين بالكورونا. ومن السليمانية إلى دهوك، حيث يواجه أصحاب المحال التجارية في دهوك أزمة حقيقية وتعثر كبير في سداد مبلغ الإيجار الشهري بسبب الركود الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا. كاميرا صباح الشرقية التقت بعدد من أصحاب المحال الذين عبروا عن عدم رضاهم للضغوطات التي يتعرضون إليها بشأن دفع بدل إيجار الشهري ومحاولات بعض أصحاب العقارات بزيادة الإيجار، مؤكدين تضرر مصالحهم بصورة كبيرة نتيجة توقف أعمالهم التي تعتمد بشكل مباشر على مبيعاتها اليومية. صراحة حركة السوق كلش ضعيفة، والحمد لله الشكر ده شوف ماكو بشر بالسوق، وإيجارات فول هواية نفسها وده يقولون على أساس ده نصعد الإيجارات. يا أخي حركة السوق ده شوفوها كلكم، لاكو بشر بالسوق، لاكوش حركة، والإيجارات نفس قبل ونوب يريدون يغلوها أكثر. وبصراحة السبب أزمة كورونا يعني كلش أثرت علينا. أعلنت مديرية مرور محافظة البصرة اليوم عن عودة العمل بتسجيل المركبات الداخلية أو الداخلة لأول مرة إلى البلاد، وذلك عبر البوابة الإلكترونية الموجودة ضمن موقع المديرية المرور العامة، حيث يتعين على المواطن إدخال كافة المعلومات ورقم هاتفه من أجل الاتصال به لإبلاغه بموعد حضوره. وذكرت أن المركبات المشمولة بالتسجيل هي المركبات بموديل 2020 و2019 و2018، إذ كانت داخلة إلى البلاد بشكل أصولي وتحتوي على منفس مدفوعة الرسوم الجمركي، لافتة إلى أن المركبات الأدوات غير مشمولة بالتسجيل ولم يتم تصدير أو إصدار قرار بها أو الموافقة حتى الآن. وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء يسمح بدخول المركبات إلى البلاد من موديل نفس العام أو عامين قبله، أي موديلات 2020 أو 2019 و2018، حيث سيتم التوقف عن إدخال المركبات بموديل 2018 في الأول من شهر آب المقبل. إلى هنا نأتي إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، راح أبقى وياكم حتى نكمل باقي فقرات هذا الصباح مع هيفاء. شكرا لك يا زين. طبعا مشاهدينا هسه راح نروح الى اول تقرير بحلقتنا لهذا اليوم من زاخو. مثل ما نعرف انه خليه الازمه صارت تاكد على غلق القاعات الرياضيه، وهذا الشيء صاروا يعانون من عنده اكثر الشباب، بس بالفتره الاخيره صاروا يتجهون الى رياضه السباحه، بس مو بالمسبح، صاروا يتجهون الى الانهار. بنفس الوقت يعني يعتبروه تسليه مع الشباب ولتقوية عضلات الجسم، فخلينا نروح زاخو ونشوف هذا التقرير.
صباح الخير. تعتبر رياضة السباحة واحدة من أهم الرياضات اللي إلها قدرة كبيرة على تنشيط الجسم وتنشيط الدورة الدموية للجسم. ومثل ما تعرفون أنه بهاي الفترة أغلب القاعات الرياضية مغلقة، لذلك نشوف أنه أغلب الشباب بدأوا يتوجهون نحو المسابح والأنهر وأماكن أخرى. اليوم تقريرنا راح يكون من زاخو وتحديداً من خابور زاخو، فخليكم ويانا. والله هيك نجي على الخابور نقضي وقت لان ماكو شو اسمه النوادي الرياضيه، نجي هنا ويا الاولاد ونسبح نقضي الاوقات. كل زينه السباحه، كل زينه، انصح كل واحد يعني يجي اذا عنده وقت، وبالاخص هذا الايام يعني تقريبا اكثر المدن العراقيه منع تجول، وهذا الماكن يعني يجون هنا يقضوا اوقاتهم. والله نطلع على المي يعني شغل ماكو، قاعات معزله، قاعات الحديد معزله، جازينوات معزله، نجي هنا نسبح. السباحه يعني رياضه للجسم، احسن رياضه هي السباحه، نشط الدوره الدمويه، فنجي نغير جو هنا على المي، على نهر الخابور، على الجسر العباسي، نجي نتفسح يعني شغل ماكو. واحد يجي هو أصدقاء غير جو على نهر الخابور اللي يم جسر العباسي في زاخو، بطالة تعرف جو حار، شغل ماكو، حركة ميتة تعبانة بالبلد، يعني واحد يقضي وقته. رياضة هي يعني تعرف همين، أول شيء، ثاني شيء هي على مود واحد يسبح يقضي وقت عنده ويروح. زين شنو نادي السباحة؟ والله هي أحسن رياضة، هي أحسن رياضة السباحة، أحسن كل الرياضات. ماكو قاعات حديد ومانعين على مود مرض الكورونا والجهال هم ضايجين، وماكو أصلا قاعات سباحة ماكو. فالناس الفقراء والناس المساكين يجون يجيبون جهالهم، بس يحتاج شويه حظر بالنسبه لجهالهم، فهذا اكثر الناس يعني اللي ما يعرف يسبح لازم يجيب له فرد يعني شيء تقويه، اما ولي امر والو لا يجي مثلا الغفله عليهم. والله انا وصديقاتي جايين هنا نغير الجو. شنو رايك بهذا المكان؟ والله حلو كثير، مكان يجنن، يعني كل مكان سياحي، كل العالم يجون لهم مشان يتونسوا. طبعاً مثل ما شفنا أنه مختلف الأعمار موجودين على الأنهر، حتى الأطفال زين مثل ما ذكرت قبل التقرير أنه هو للتسلية وحتى يقضون وقت حلو، ومثل ما نعرف حار وناس كلها قاعدة بالبيت، يقضون وقت حلو بنفس الوقت تمارين رياضية للجسم. وأيضاً شفنا نساء قالوا أنه إحنا دائماً نجيب أكل ناكل كرزات نقضي وقت حلو وبعدين نرجع. نتمنى نرجع إلى هاي الأيام الحلوة هيك نستمتع بالأماكن السياحية اللي إحنا عندنا خاصة بالشمال يا هيفاء، ونرجع إلى أيام اللي كنا نطلع نروح للسفرات نتونس بها. فيعني منتظرين صراحة هاي الأزمة تخلص، وأكيد هذا الشيء راح يخلص ورا ما إحنا نلتزم كلنا ونصير إيد واحدة ونواجه هذا الوباء. ننتقل من هذا من هاي الأجواء السباحة إلى
أجواء ثانية إلى مدينة الديوانية حتى نتعرف على شاب إلى هواية تربية حيوانات الأليفة. إحنا ممكن سامعين إنه أكو هواية أشخاص يا هيفاء يحبون عندهم هاي الهواية إنه يكون عندهم طيور أو أي قطع. شكل قطط حيوانات إلى آخره. بس هذا الموضوع شوية غريب. هذا شوية غريب لأنه هو يعني خلاص إنه صار شيء عادي ما فحب يسوي فد شيء أكثر من هذا الشيء. حب إنه يربي الأفاعي. فتخيلوا الأفعى اللي احنا دائما نتهرب من شوفتها او ما نحب انه نشوفها لانه تخوف، هو قرر انه يجيبها للبيت ويربيها وهمنا يكون اكو مثل نوع من التسليه له. فراح نتعرف على هذا الشاب وراح نتعرف على هذه الهوايه الغريبه من خلال هذا التقرير. بداية كانت هواياتي إن هي تربية الحيوانات بشكل عام، يعني منها طيور منها الأسماك منها إلى آخره. من دخلت دراسة الماجستير كلية علوم قسم البيئة اختصيت بدراسة بيئة الحيوان، اضطريت إنه أختار موضوع خاص بالزواحف. اختاريت الثعابين لأنه موضوع شوية مختلف، موضوع ممكن أحصل به معلومة جديدة، معلومة ممكن أنه تفيد الناس، معلومة جديدة. بعد أن كملت دراسة الماجستير وبعد معاشرة الأفاعي سنتين صار من الصعب أنه يعني أتخلى عنهن أو أفارقهن، فاحتفظت ببعض العينات. أكو بعض عينات قمت أطلقها لبيئة الاعتيادية وأكو البعض احتفظت بهن. من جانب ثاني أنه أنا ما أشجع على تربية هذه الحيوانات بالمنازل لأنه هو حيوان بري لازم يعيش ببيئة الطبيعية، لكن اللي دفعني انه اربي هذه الحيوانات، اللي دفعني تربيه هذه الحيوانات هو انه اريد اوصل بهم فكره كماده اعلاميه، اوصل بهم انه الثعابين هي حالها حال اي حيوان اخر، ممكن انه تدافع عن نفسها، ممكن انه يتعرض، ممكن انه تسوي اي شيء، ممكن ان تهرب في سبيل انه تحافظ على حياتها. الفكرة الخطأ اللي فهمتها الناس أنه جميع الثعابين هي سامة. العراق يحتوي على 49 نوع من الثعابين، منها 9 فقط هي سامة. أما بالنسبة لمحافظة الديوانية، محافظة الديوانية تحتوي على 6 أنواع، من بين هاي 6 أنواع هو نوع واحد اللي سام فقط، اللي يعيش في جنوب العراق، في جنوب الديوانية العفو، مثل هو نوع سيد الدخيل اللي يعيش في قضاء البدير وقضاء غماس والمناطق المجاورة لها. أما بالنسبة للأنواع الباقية فهي أنواع غير سامة اللي احنا نسميها شبه سامة بالمصطلح العلمي. الشبه سامة معناها أنها تحتوي على غدة سمية، تحتوي على أنياب خلفية، لكنها غير سامة للإنسان والحيوانات الكبيرة اللي هي تحتوي على جهاز مناعي قوي أو متطور، يكون تأثيرها فقط على الطيور مثلا، على الأرانب، على الفئران والجرذان. ما يخص العائلة، كانت في بداية الأمر أكو معارضة من قبل الأهل، من قبل الجيران، أنه شون أكو ثعابين بالمنزل. بعد فترة قمت أجيب الناس هنا أنه أشرح لهم على كيفية التعايش مع الثعابين، أنه شنو أضرارها، شنو فوائدها. اتضح أن فوائد الثعابين هي أكثر من أضرارها، وبدأ التجاوب لهم بشكل يعني تدريجي. الآن الحمد لله يعني جاوبوا وياهم طبيعي.
رجعنا وياكم مشاهدينا ورا ما شفنا هذا التقرير حتى نحكي او ننتقل الى موضوع ثاني نحكي به اللي هو الكيتو دايت. مثل ما قالت هيفاء راح نحكي عن كيتو دايت، شنو هي فوائده، شنو هي مضاره، ليش اكو هسه العالم دا تتوجه الى اخذ بهذه الحميه الغذائيه. هو مثل ما نقول صارت هبه بالفتره صح. الاخيره موديل بالذات الناس من وراء الحجر الصحي كلش زاد وزنها، فاتجهت الى هذا النظام. ليش؟ لانه بسرعه ينزلون بالوزن وما يعرفون شنو هي اضراره منافعه. وليش بصوره عامه الطب نزل هذا النظام اللي هو نظام الكيتو؟ فاكيد راح يجاوبنا كل على هذه الاسئله هو الدكتور عمر برهان اختصاص تغذيه. صباح الخير عليك. صباح النور. صباح النور. هلا دكتور. دكتور اريد بالبدايه تعرفني شنو هو نظام الكيتو، شنو هو انواعه؟ نعم، بالبداية تعريف نظام الكيتو دايت أو الكيتوجينيك دايت المعروف عالميا هو نظام غذائي معتمد دوليا وطبيا، أكثر الأنظمة الغذائية اللي صارت عليها بحوث بالفترة الأخيرة. تعريف نظام الكيتو دايت هو نظام غذائي صحي علاجي يستخدم للتنحيف أو لإنقاص الوزن وفي بعض الحالات المرضية من ضمن اختصاص التغذية العلاجية. يعني ممكن نستخدم نظام الكيتوجينيك دايت لعلاج بعض الحالات المرضية وليس فقط لإنقاص الوزن. يعني بالبداية أول ما صار نظام الكيتو هو العلاج أول شيء. نعم. بعد الناس من شافت أنه قاعد تنزل وزنها، من شافت بأنه أكو استجابة في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة بالجسم قامت تستخدمه كستاندرد، كنظام غذائي أساسي يتبعه حال بقية الأنظمة الغذائية. فنظام الكيتو دايت يمتاز بنسبة دهون عالية جدا تصل إلى 70% من مجموع السعرات الحرارية اليومية. نسبة بروتينات نوعا ما معتدلة أو قليلة تصل تقريبا 20 الى 25% من مجموع النظام الغذائي. ما تبقى هو الكربوهيدرات اللي هي تكون جدا قليله او تكاد تكون معدومه توصل نسبتها تقريبا 5%. شنو هي انواع دكتور؟ انواع الكيتو دايت احنا هنا حاليا يعني خصوصا هنا بالعراق وباقليم كردستان يستخدمون تقريبا النظام الكيتوني الستاندرد او الاساسي. بس احنا عندنا تقريبا من 4 الى 10 انواع. حلو. نعم، الأنواع الأربعة الأساسية الدارجة عالمياً واللي صارت عليها بحوث في بقية الدول المتقدمة هو نظام الكيتو دايت الأساسي أو الستاندرد كيتو دايت. هذا يكون نسبة الدهون مالته مثل ما شرحنا 70% نسبة الدهون، نسبة البروتينات تكون 25%، نسبة الكربوهيدرات 5%. أوكي. النوع الثاني هو نظام الكيتو دايت الدوري أو السايكليكال احنا نسميه. ليش سموه دوري؟ هذا يتبع على طول الأسبوع بأنه احنا 5 أيام نكون على نظام كيتو دايت منخفض الكربوهيدرات، يومياً ننطي راحة للجسم نصعد الكربوهيدرات بالأنظمة الغذائية. فلذلك سموه نظام كيتو دوري. توازن 5 أيام. نعم بالضبط، 5 أيام بيومين أو 3 أيام كيتو ب3 أيام كربوهيدرات طبيعية أو نورمال. النوع الثالث احنا نسميه نظام الكيتو دايت عالي البروتين. هذا النظام نسبة الدهون مالته تكون أقل بشوية من النظام الأساسي لأنه بالأساسي 70%. بس بنظام الكيتو دايت عالي البروتين نخفض نسبة الدهون نقللها إلى 60% بالمقابل نصعد البروتينات. حلو. البروتينات توصل تقريبا 30-35% والكربوهيدرات حالها حال الأساسي تبقى 5%. النوع الرابع الدارج، وهذا النوع طبعا هو خاص بفئة الرياضيين، يعني خلينا نقول الرياضات اللي تتحمل القوة البدنية والرياضات اللي يراد لها أداء ومطاولة مثل ألعاب القوة، بناء الأجسام، الرشاقة، بقية الرياضات، هذا خاص بهم. هذا النظام اسمه النظام كيتو دايت الموجه أو المستهدف. هذا شنو المادة؟ ما نعتمد على الدهون بالدرجة الأساسية، نعتمد على الكربوهيدرات. هو صح ياكل دهون بس الكربوهيدرات ناخذها قبل التمارين الرياضيه. حلو. فهذه هي الانواع الاربعه الاساسيه واكثر نوعين صار عليها بحوث بالاونه الاخيره يعني بالسنوات المضت هو النوع الاول الاساسي والنوع الثاني اللي هو عالي البروتين. حلو جدا. نعم. دكتور اذا احنا حكينا عن الانواع اللي ممكن احنا نستخدمها كعلاج او شو هي مثلا الامراض اللي ممكن احنا نستخدم هاي الدايت كعلاج لهذه الامراض؟ نظام الكيتو دايت اللي يستخدم للعلاج كتغذيه علاجيه لعلاج بعض الحالات المرضيه هو الاساسي وعالي البروتين. اوكي. لانه الموجه والدوري تقريبا فئه الرياضيين يستخدموا اكثر شيء، بس احنا بالتغذيه العلاجيه اذا اجانا مريض عنده حاله مرضيه معينه بعد التشخيص بعد اجراء الفحوصات المختبريه اللازمه وقررنا كأخصائي تغذية نخليه على نظام غذائي، فنختار يا إما الأساسي الستاندرد أو نختار العالي البروتين.
الحالات المرضية اللي نستخدم بها نظام الكيتو دايت كتغذية علاجية أو لعلاج الحالات المرضية بالدرجة الأساسية بالدرجة الأولى داء السكري النوع الثاني تايب 2 دايابيتس، لأنه هذا النوع يمتاز بأنه حساسية الإنسولين تكون قليلة عنده. يعني المريض اللي عنده سكري النوع الثاني أو تايب 2 دايابيتس عنده إنسولين دا ينفرز، البنكرياس ما تفعال دا يفرز الإنسولين، بينما هذا الإنسولين من ينفرز بالدورة الدموية حساسيته تكون قليلة، يعني الجسم ما يتحسس له. فإحنا نستخدم نظام الكيتو دايت حتى نقلل مستويات السكر بداء السكري النوع الثاني ونزيد حساسية الإنسولين. الحالة الثانية هي حالات أمراض القلب. كيتو دايت ما يستهدف علاج أمراض القلب بصورة مباشرة وإنما بصورة غير مباشرة، يعني نستخدم الكيتو دايت حتى نعالج العوامل التي تؤدي إلى أمراض القلب اللي هي سكر الدم وارتفاع نسبة الدهون في الدم وضغط الدم. هذني ثلاثتهن الكيتو دايت هو يكون علاج إلها، يعمل على خفض مستويات الكوليسترول وبالتالي نتخلص من تصلب الشرايين، نتخلص من الدهون منخفضة الكثافة LDL اللي هي تكون أصلاً ضارة، وبالتالي انخفاض ضغط الدم اللي هي عوامل تساعد على الابتعاد قدر الإمكان وكوقائية من أمراض القلب. الحالة المرضية الثالثة هي الصرع عند الأطفال اللي هو أكثر شيء صار بحث عليه بالخمسينيات أو الستينيات 1950 إلى حد 1960-65 سووا بحوث عن طريق علاج حالات الصرع عند الأطفال باستخدام نظام الكيتو دايت ونظام الكيتوسز. ما ندخل بالتفاصيل لأنه موضوع طبي بحت وعليه بحوث جدا مفصلة نعم حتى المشاهدة ما يتخربط ويانا. الحالة الرابعة اللي نستخدمها ككيتو دايت كتغذية علاجية هي حالة الأورام. الله يبعدنا ويبعدكم. حالة الأورام تستخدم الكيتو دايت يستهدف إبطاء نمو الورم. يعني هذا البحث اللي سووه شافوا بأنه أغلبية المرضى اللي يعانون من مرض السرطان أو عنده ورم بمكان معين بالجسم أو بعضو معين شافوه من يستخدم كيتو دايت يقلل نسبة الكربوهيدرات بالجسم نسبة نمو الورم صارت بطيئة أقل مما هو على نظام اعتيادي. عندنا الحالة الخامسة أو السادسة، يعني فقدت التعداد. الحالة الخامسة هي علاج تكيس المبايض عند السيدات، لأنه تكيس المبايض عادة السيدة تعاني من زيادة في الوزن، فإحنا من نخليها على نظام كيتو دايت وهي عندها تكيس مبايض حتزداد حساسية الإنسولين، من تزداد حساسية الإنسولين بالتالي حتفقد الوزن، وفقدان الوزن هو أساس علاج حالة تكيس المبايض. لأنه إذا إحنا ما خففنا من وزنها، من وزن الإمرأة اللي عندها تكيس مبايض ما تتعالج الحالة. الحالة الأخيرة هي حالة حب الشباب اللي تصير بالشباب والشابات، لأنه إحنا نقلل نسبة الكربوهيدرات والسكريات فبالتالي تعالج الحالة. هاي كلش مفيدة يمكن آخر فقرة حب الشباب. نعم. زين دكتور، شنو هو أنواع الأغذية اللي مسموحة بالنظام الكيتو؟ نعم، هواية ناس يسألوني أو يدزون رسالة أو استشارة بالعيادة الطبية، دكتور أنا دا أريد أستخدم نظام كيتو دايت بس ما دا أعرف شاكل. بالضبط، شنو اللي أكله؟ نعم، بالضبط، لأنه هنا صراحة يعني صار مثل فد شيء وارد عند المجتمع، أكو أخطاء دا يسووها وأخطاء هي أصلاً ما مسموحة بالكيتو دايت. مثلاً يروح يأكل مثلاً دهون متحولة، لو دهون مثلاً إحنا بالعامية اللي إحنا نسميها، أو مثلاً يجيب معون جيمر عصب وحريق يأكله بالخاشوقة، فهذا ما مسموح نهائياً. إحنا عندنا لستة أو قائمة بالأغذية المسموحة خلال الكيتو دايت. بالدرجة الأولى اللحوم بكل أنواعها، اللحم البقري، لحم الغنم، لحم الماعز، الأسماك، وبالذات الأسماك الدهنية لأنه إحنا نظام الكيتو نسبة الدهون عالية صح. فإحنا لازم نستهدف أكلات صحية بيها دهون صحية فمن ضمنها الأسماك الزيتية مثل التونة، السلمون، تونة يعني منتشر بالأسواق، السلمون هواية، المكريل اللي هو نوع من الأسماك البحرية، وسمك السردين، هذني أسماك زيتية تفيد بالكيتو دايت. بالمرتبة الثالثة مشتقات الحليب والأجبان كاملة الدسم وليس قليلة الدسم، ولازم الدسم مالتها يكون مو دهن متحول، يعني احنا نسميه بالانجليزي ترانس فات بالطب، مو دهون متحولة. اكو هسه دول مثل كندا، مثل استراليا وسويسرا اصلا منعت الدهون المتحولة من الأنظمة الغذائية، يعني خلينا نقول السيطرة النوعية تمنع انه الأغذية تكون بها دهون متحولة. سواء انت كنت تتبع كيتو دايت او نظام اعتيادي، الدهون المتحولة ممنوعة. فلذلك نركز على مشتقات الحليب والأجبان كاملة الدسم مثل جبنة الشيدر وجبنة الماعز. بالمرتبة الرابعة بالقائمة، قائمة الأغذية، المكسرات والحبوب.
عندنا مثلا اللوز والجوز، البندق والفستق، حذور بذور الشيا، الشيا بذرة الشيا، بذور الكتان وبذور القرع او بذور الشجر يعني خلينا نقول. نعم. والخضروات غير النشويه اللي هي الخضروات الورقيه مثل الخس، اللهانه، كرافس، معدنوس، كلها مسموحه. زين بقوليات من ضمنها مثل البقوليات ما مسموحه نهائيا. ما مسموحه؟ نعم، لانه نسبه الكربوهيدرات بها جدا عاليه. فالبقوليات نمنعها بالكيتو دايت. حتى الحمص؟ حتى الحمص، الحمص، الباقلة، فاصوليا، بازاليا، كلها ممنوعة. زين دكتور، احنا من نتبع هاي هذا النظام او هذا الدايت، نعم، اكيد انه جسم همين راح يسوي رياكشن لهذه العملية، صح؟ 100%. فشنو هي العلامات اللي ممكن احنا جسمنا نحس بها حتى يعني نعرف انه احنا دخلنا بهذا الدايت او الكيتو؟ نعم، سؤال جدا مهم، لانه حتى يكون الشخص اللي قبل اللي يتبع كيتو دايت هو شلون يعرف بانه جسمه فات مرحله الكيتوسز او بدا يستجيب، لانه اكو ناس ما تستجيب. عموما بالبحوث العلميه اللي صارت من نتبع نظام كيتو دايت، من نخفض الكربوهيدرات، نصعد نسبه الدهون، تلقائيا حتصير عمليات تفاعليه بالجسم تستجيب لهذا النظام اللي هي تتراوح تقريبا ما بين 3 ايام الى اسبوع على ما تطلع الاعراض. اول اعراض او اول علامه بانه تنطينا كانذار او علامه بانه انت جسمك بدا يفوت مرحله الكيتوسز، احنا نسميه نزله برد الكيتو او كيتو فلو. ليش سموها هيك؟ لانه اعراضها تشبه اعراض نزله البرد او نزله الانفلونزا. الجسم ترتفع حرارته نسبه بسيطه جدا، يعني ترتفع فنسبه ضئيله ارتفاع حراره الجسم. ثاني شيء يصير ارهاق، الم بالعضلات، خمول، قله الحركه، وزائدا تصير نوع من خلينا نقول من الرشح او النزله البرديه بالبرد تصير عنده. فهاي اول علامه مهمه بالكيتو دايت من واحد يتبع النظام. ثاني شيء حيصير عندنا ارق، يعني من اول واحد يتبع يقول لي دكتور انا صار لي اسبوع بديت بالكيتو دايت دا اتخبل ما دا اقدر انام بالليل. فهذا الارق هو دليل بانه انت جسمك بدا يستجيب، وهي حاله مؤقته، يعني مو احنا بدينا دا تطلع عندنا الاعراض ونعوفه للدايت، لا نستمر عليه فتره مؤقته، الجسم يتعود عليه، ياخذ قالب، ياخذ بالانس، وراسا يمشي عليه، يعني خلينا نقول ياخذ لانس بالعامل. حلو. نعم. الاعراض الثالثه اللي حتصير عندنا طبعا هو شيء جدا مهم، فقدان الوزن. انت من تصعد على الميزان تشوف وزنك بدا ينزل من اول اسبوع. هو الكيتو هذا الشيء الحلو بيه المميز مالته بسرعه. نعم بالضبط. ونزول الوزن كلش سريع، كلش سريع، يعني بشكل مفاجئ حيصير. فهذا هي علامه كلش مهمه. اذا واحد اتبع نظام كيتو دايت وشاف وزنه مدى يقل، الرقم مدى يتغير بالميزان، معناه اكو خلل بالنظام الغذائي مالته. زين نفسيا ما يتغير؟ نفسيا اكيد، نفسيا توتر عصبيه، قله الاشتهاء للاكل، هذني كلها علامات عامه لنظام الكيتو دايت. بوقت يعني قصير خلينا نقول لمده خلينا نقول من 3 ايام الى اسبوع. نعم. ويعدي هذه المرحله ويعدي هذه المرحله يرجع طبيعي. نعم. 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 زين دكتور، شنو هي التحاليل الطبيه المطلوبه اذا شخص اتجه لهذا النظام الكيتو؟ نظام الكيتو دايت احد الانظمه اللي يراد لها متابعه طبيه 100% عن طريق اخصائي التغذيه او طبيب التغذيه، او عن طريق خلينا نقول الدايتيشن الاكاديمي او يعني خبير التغذيه الاكاديمي. لانه تصير عندنا تغييرات بالجسم، تغييرات بالهرمونات، توازن الاملاح يتغير بالجسم، ولذلك لازم ننصح انت قبل تفوت بنظام كيتو دايت تستشير طبيب التغذيه حتى يسوي لك مجموعه تحاليل مختبريه، من ضمنها تحليل شامل للدم، تحليل كومبليت للدم، نسبه الالتهابات في الدم مثلا ماده الاي اس ار او السي رياكتيف بروتين، نسبه الدم او الهيموغلوبين، صبغه الدم لازم نقيسها، نسبه سكر الدم، لانه اللي يتبعون نظام كيتو دايت نسبه السكر بالجسم بالدم مالته حتنزل، وهذا مؤثر يعني مؤشر خطر مو زين. نسبه السكر لازم تبقى دائما طبيعيه، ولذلك من ضمن التحاليل نسبه السكر بالدم. اهم شيء نشيك وظائف الكبد او انزيمات الكبد، الكبد مالتنا فعال او نشط او لا، او به خلل عضوي او لا. نشيك وظيفه الكليتين، يعني نسبه اليوريا والكرياتينين. نشيك نسبة الدهون بالدم اللي هاي أهم شيء، لأنه الكيتوجينيك دايت واحد إذا أخذ نسبة دهون جدا عالية بهالحالة الكيتو حينقلب ضد الشخص وحيصير سبب للأمراض وليس علاج للحالة مالته. نتائج عكسية راح تصير، نتائجها حتصير عكسية سلبية وجدا مضرة، يعني يا دوب نلحق عليه، وهذا اللي الناس ما ينتبهوا له. يعني يجي أي واحد مثلا هسه صارت انتشرت بالوسائل التواصل الاجتماعي
جروبات تحكي عن الكيتو دايت، حتى بروموشن اكو. نعم يعني حتى بروموشن اكو على الكيتو دايت. فرجاء يعني الان اللي اريده من المتابعه او من المشاهده اللي يتابعنا حاليا، قبل لا انت تبدي بكيتو دايت استشير طبيب التغذيه المختص بحالتك. يعني مو يا فتش ظاهره احنا نقدر نقلدها نشوفها انه واحد سواها نعم نجح بها ممكن. نعم واللي هي هاي اصلا هاي الكارثه والاغلاط اللي يقع بها العالم، يقلدون راسا. مو كل شيء ينذاع بالانترنت او باليوتيوب هو صحيح. لا، انت لازم تستشير المختص لان هو حيخليك على الطريق الصحيح تمشي عليه. زين دكتور، اغلب اللي مسوين هذا النظام نظام نعم الكيتو نعم يسوون صيام متقطع. نعم على مثلا اول اسبوع يسوون ثلاث وجبات، بعدين ثاني اسبوع او نعم ثالث اسبوع يسوون نعم وجبتين الى وجبه واحده نعم كل يوم. نعم فهل هذا صحي زين انهم لو لا؟ نظام الصيام المتقطع او الانترميتنت فاستنج يختلف عن نظام الكيتو دايت. غير شيء هذا؟ نعم، هو وجه التشابه بيناتهم اثنيناتهم الكربوهيدرات قليله. يعني نظام الصيام المتقطع احنا نسميه نظام منخفض الكربوهيدرات، والكيتو دايت هم نظام منخفض الكربوهيدرات. بس الاختلاف الوحيد اللي يصير الصيام المتقطع اني ابقى ساعات طويله ما اكل اي شيء، مثلا تتراوح ما بين 8 الى 12 ساعه اكون اني صايم سواء بالليل او الصبحيه. المهم انت توفي 8 او 12 ساعه صيام. هاي الفترة مو صيام صيام فاستنج نهائي 100%، كل شيء ما تخليه بحلقك، لا، لازم السوائل طبعا بالدرجة الأولى المي اللي هو أهم شيء. ناخذ مثلا مشروبات بها كافيين اللي هي تساعد بعملية حرق الدهون، تسرع عملية الأيض عندنا، مثل القهوة السادة، الشاي أو الشاي الأخضر، الأسود أو الأخضر ما يفرق. وناخذ فيتامينات وأملاح. يعني ننصح دائما سواء أنت شنت كيتو دايت أو صيام متقطع لازم ما تهمل المكملات الغذائية، لانه انت اصلا نظامك الغذائي قليل. صح. العناصر الغذائيه مالتك قليله، فانت لازم بهالحاله حيصير عندك نقص بالاملاح والفيتامينات. فبالصيام المتقطع وبالكيتو دايت ننصح بانه نستخدم المكملات الغذائيه بالدرجه الاولى الاملاح، الاملاح المعدنيه. صح. اللي هي البوتاسيوم ننصح تقريبا 1 غرام يوميا بوتاسيوم، تقريبا 1000 ملي جرام يعني بالضبط. الصوديوم او ملح المائده من 3 الى 4 غرامات باليوم، تقريبا تطلع فد خاشوقه مال كوب كمقدار يعني تقريبي. وننصح باستخدام المغنيسيوم همين من 250 الى تقريبا 400 ملي جرام مغنيسيوم يوميا. حلو جدا. نعم. دكتور صح، احنا حكينا عن كل هاي الانواع وش وقت يعني نتبعها، هسه نحكي على الدوريشن او التوقيت. ممتاز. او ايش قد لازم احنا نتبع هذا الدايت؟ هل هو فد شيء احنا لازم خلاص يعني صار اللايف ستايل مالتنا هيك، او انه اكو فتره محدده؟ نعم. محدده. نعم. لازم احنا نتبع بها كيتو دايت نهائيا ما مسموح يصير لايف ستايل. يعني ما مسموح نهائيا يصير انت اسلوب حياتك بالتغذيه. خطأ، وهذا الناس اللي دا يقعون بها مين أهم، رجعنا من كمية الأخطاء اللي دا تصير بالعالم اللي دا يتبعون النظام. أولاً لأنه الأنظمة كلها تتغير بالجسم، الهرمونات تتغير، توازن الأملاح يتغير بالجسم، إنزيمات الكبد تتغير. زين، فلذلك حسب البحوث العلمية اللي صارت أقصى شيء واحد يتبع نظام كيتو دايت يتراوح ما بين شهرين إلى 3 أشهر. إذا ردنا نزيد المدة فأكثر شيء 6 أشهر. أكثر شيء العفو 6 أشهر. 6 أشهر لازم ياخذ الوزن اللي هو يريده. نعم. يلا يوصل للوزن أقل من 3 أشهر. نعم. أو نعم أكو ناس تستجيب رأسا، يعني من أول شهرين هو يوصل الوزن اللي يريده. نعم. أكو ناس لا تطول، لأنه إحنا هنا حتى العوامل حتفوت إحنا بالأنظمة الغذائية. صح. الجنس البشر اللي هو الإنسان اللي يتبع سواء رجال أو امرأة تأثر على العملية الأيضية. الجينات مالته هو، اكو ناس جيناتهم قويه راسا يستجيب للنظام الغذائي، اكو ناس لا استجابتها جدا بطيئه، فهي حسب نوعيه الجسم. زين دكتور، شنو هي الفئات اللي لا يسمح الناس انه تنصحهم؟ نعم. انه ما يسوون الكيتو؟ سؤال جدا مهم، علمي طبي بنفس الوقت، لانه اكو ناس هي عندها حالات المفروض ما تتبع نظام الكيتو دايت، بس المشكله هي اللي تتبعه بدون استشاره. بالضبط. من ضمن هاي الحالات بالدرجه الاولى داء السكري النوع الاول اللي هو تايب 1 دايابيتس. ليش؟ لانه هذا النوع الاول هو دا يستخدم انسولين اصلا، احدى العلاجات مالته هو انسولين خارجي دا ياخذ سواء عن طريق اوبر او غير مواد. ولذلك نظام الكيتو دايت اذا استخدمه اللي عنده السكري داء السكري النوع الاول حتصير عنده مشاكل بسكر الدم. سكر الدم راسا على غفله يهبط عنده، لان هو اصلا كربوهيدرات ما دا ياخذ. واحنا اللي الدارج بالانظمه الغذائيه بالعلاجات الطبيه اي شخص عنده سكري نوع اول وده ياخذ انسولين لازم النظام الغذائي مالته يحتوي على كربوهيدرات، وهذا يعارض نظام الكيتو دايت. الحاله الثانيه امراض البنكرياس،
ما مسموح اللي عنده مرض بنكرياس او خلل بغده البنكرياس يتبع نظام الكيتو دايت. الحاله الثالثه امراض الكبد، اي خلل بانزيمات الكبد او بعضو الكبد هو بالذات نفسه ما يصير. الحاله الرابعه امراض الغده الصفراء او المراره، لانه الغده الصفراء او المراره هي اصلا المسؤوله عن عمليه هضم الدهون بالجسم. فاذا احنا عندنا خلل بالمراره واتبعنا نظام عالي الدهون بهالحاله جسمنا حيتضرر. طبعا اغلب الناس يجوز ما عندهم فكره او المرض اللي يكون بجسمهم. فليش نقول انه انتم لازم تراجعون طبيب تغذيه يلا تتجهون الى هذا النظام اللي هو نظام الكيتو. زين دكتور، هل اكو اعمار معينه مثلا اكو صغار بالعمر هم يسوون نظام الكيتو، هل هذا زين لهم؟ والكبار بالسن هم لازم انه يسوون الكيتو لو هذا مو زين لهم؟ حسب الحاله. احنا الاعمار يعني حتى بالاطفال مسموح، شرحنا قبل شويه بانه كانوا يستخدمون علاج حالات الصرع بالاطفال اللي تتراوح اعمارهم ما بين 3 سنوات الى 12 سنه. فنظام الكيتو دايت بالاطفال بالذات نستخدمه للاغراض العلاجيه فقط وليس اسلوب حياه. يعني انا ما معقول اجي طفل احرمه من كربوهيدرات لانه هم حرام بحقه، لانه هو بالضبط والجسم مالته اصلا بحاله نمو، بحاله نمو هرمون النمو مالته يكون بالقمه، فهو يحتاج كربوهيدرات يحتاج بروتينات حتى عمليه النمو مالته متقل. فانا اذا اجيت خليته على كيتو دايت معناه دا عب، فما يصير بهالحاله. بقيه الاعمار من 18 سنه فما فوق اذا ما عنده اي حاله مرضيه اللي حكينا بيها قبل شويه، ما عنده اي خلل بالهرمونات او بانزيمات الكبد او بالكليتين، فتحت متابعة طبية خاصة يمشي عن نظام وما عنده مشكلة. زين اللي فوق عمره 60 سنة هم لازم تحت مراقبة طبية خاصة، لأنهم أغلبيتهم اللي فوق 60 سنة إحنا عموماً هنا بالعراق عنده حالة مرضية، أقل شيء سكر عنده أو ضغط. أهم شيء ما يكون قرار انفرادي، لازم يكون أكو ما يصير قرار انفرادي أو أنت من ذاتك تبدي تستخدم نظام الكيتو دايت. زين دكتور، هل أكو تمارين معينة الشخص إنه يسويها إن كان بالبيت أو بالجيم اللي يسوون نظام الكيتو؟ نعم، اللي يتبع تمارين رياضية سواء بالبيت أو بالصالة الرياضية بالجيم، او اللي يسوون تمارين هوائيه ايروبكس كركض جري او سباحه، هذول ننصح يستخدمون نظام الكيتو دايت الموجه او المستهدف تارجتد كيتو دايت، يزيد نسبه الكربوهيدرات فقط قبل الجلسه التدريبيه. احنا نسميها يعني فقره عمليه الكارب لودينج او تحميل الكربوهيدرات، نزيد الكربوهيدرات لهذا الشخص لانه احنا اساس الرياضه هي الكربوهيدرات والبروتينات، والكيتو دايت اثنيناتهم قليله بيها. الكيتو دايت البروتينات قليله والكربوهيدرات يعني تقريبا معدومه 5%، مو ذيك النسبه اللي نهتم لها. زين دكتور، اني سمعت فد معلومه بس اريد اعرف انه هل هي صحيحه او لا. اللي يسوون نظام الكيتو اللي يعتمدون فقط على اللحوم او الشحوم، حتى يعني اكو شغلات يقلوها بالزبده. ويقولون احنا مبتعدين كل البعد عن الكارب، يعني ما داخل بجسمه الكارب. هسه حضرتك ذكرت انه قبل اي تمرين يستخدمون الكارب، ويقولون اذا نستخدم او ندخل الكارب بجسمنا انه نظام الكيتو راح يبدي يشتغل من جده وجديد او ينلغي بالضبط. الكيتوسز ما تبقى. فهل صحيح انه هذه المعلومه؟ هاي المعلومه صحيحه. اني من امشي على نظام كيتو دايت مثلا صار لي يومين بديت بنظام كيتو دايت، ثالث يوم نقول اقصى شيء اسبوع حتطلع عندي الاعراض مال كيتو، شرحناها قبل شوي، كيتو فلو والارق وهالامور نقصان الوزن. اني من اريد افوت اسوي جلسه تدريبيه اسوق بايسكل او اريد اسبح او مثلا عندي تمرين بالجيم ولو هسه بعدها معزل القاعه الرياضيه، يعني اللي دي يسوون اوت دور تريننج برا البيت او داخل البيت عنده اوزان او عنده جهاز مشي او جهاز جري، هذا من يبدي يستخدم الكربوهيدرات قبل الجلسه التدريبيه مالته بساعه الى ساعتين عادي ماكو اي مشكله. صح الكيتوسز مالته بالجسم حيتوقف، بس وراها شافوا بالبحوث انت وراها بثلاث ايام من ترجع الكيتو دايت مالتك الجسم يسترجع الكيتو مرت اللخ من جده وجديد، فماكو اي مشكله. زين اذا ما دخل الكارب بجسمه نهائيا وراح مارس تمارين رياضيه، يعني اعتبر انه هذا زين لو مو زين؟ غلط رياضي وغلط طبي نهائيا. ما انصح بهاي الحاله. انت تكون كيتو دايت مجرد تاخذ فقط بس دهون وبس لحوم وتريد تتمرن، هذا الشيء غلط نهائيا، لانه التمارين الرياضيه والمطاوله اساس الطاقه اللي بدنا ناخذها من الكربوهيدرات وليس من الدهون
بروتينات. ما شاء الله معلومات نعم. كلش مفيده يعني احنا من راح طبعا المدير ده يقول لي هواي سالتي كافي نعم. بس هو بالعكس هو الموضوع هو موضوع جدا موسع يعني صح. عليه اكثر من 100 بحث. كنت نتمنى في يوم من الايام نعم. انه نستضيف دكتور اختصاص تغذيه وبالذات نتكلم نعم. عن نظام الكيتو نعم. صح. لان اكو هوايه شغلات ومعلومات دقيقه صحيح. اغلب الناس ما تعرفها واكو افكار خاطئه عن الكيتو دايت اللي هي دارجه بالمجتمع فنحاول ان شاء الله اذا نعم نعم اذا هم صارت غير حلقات غير لقاءات ان شاء الله انه الحمد لله المخرج اعطانا وقت كافي نتكلم عنه طبعا نشكر على مباشره نشكر المخرج شكرا لك دكتور شكرا على هذه النصائح والمعلومات اللي قدمتها لنا شكرا حضرتك مشاهدينا طبعا الى هنا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم نتمنى ان استفاديتوا واستمتعتوا ويانا بالمشاهده الى اللقاء باي باي.